الموضوع اصوله وجذوره جايه منين. النهارده احنا هنتكلم مع حضراتكم على انفلونزا الخنازير وازاي نقدر نقي انفسنا وتحديدا الاطفال اللي هم بيكونوا اكثر عرضه من اي شخص تاني للاصابه لا قدر الله بانفلونزا الخنازير او بانفلونزا الطيور. ضيف النهارده وضيف حضراتكم الاستاذ الدكتور محمد السيد ارناؤوط، استاذ الارشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعي وصاحب كتاب طرق الوقايه والعلاج من الانفلونزا بالطبيعه والاعشاب. اهلا بك يا دكتور. اهلا بسيادتك، منورنا. منور مدارك يا فندم. دكتور، انفلونزا الخنازير طبعا قلق كل الناس، والحقيقه ان في الفتره الاخيره يمكن بعض القنوات بقت بتروج للموضوع بشكل يعني مبالغ فيه شويه. يمكن قد تكون لبعض المصالح الشخصيه ان هي بتحشد الاصوات ان في انفلونزا وفي ارتفاع كبير في عدد المصابين. فحضرتك شايف ان الموسم السنه دي فعلا في ارتفاع مبالغ عن السنين اللي فاتت؟ لا، هو حضرتك اصل الانفلونزا بتاخد لها فتره معينه وبعدين بتزيد وبعدين بتنقص، تتناقص، ده شيء طبيعي. هو اسماعيل حضرتك طبعا، انا بشكر قناه مصر الزراعيه على استضافتها ليا وعشان توعيه الناس بطرق القوى العلاج بالانفلونزا. هو في البدايه الناس فاكره سيادتك بتمهيد كده بسيط ان الميكروبات كلها ضاره. لا، ده بالعكس، ده معظم الميكروبات مفيد للانسان وبدونها لا تكون حياه. يعني مثلا البكتيريا حضرتك، بكتيريا مثلا حامض اللاكتيك اللي هي البكتيريا الزبادي دي مهمه جدا، بكتيريا التخليل، لولا البكتيريا دي بكتيريا نافعه. في انواع كتير جدا من البكتيريا. في المقابل في بكتيريا ضاره زي بكتيريا الضرن او السل، دي بتضر الانسان. الفطريات كذلك، في مثلا فطر عيش الغراب او المشروم ده مفيد جدا جدا وصحي جدا جدا. في فطر البنسليوم ده بيطلع منه البنسلين المضاد الحيوي للحقن، مفيدة جدا. في المقابل في فطر عفن الخبز ده ضار بالإنسان. الفيروسات كلها هي أو معظمها تقريبا كلها ضارة، ومنها طبعا فيروس الإنفلونزا الخنازير. هو ليه سيادتك ربنا يعني بأصاب يعني الفيروسات والميكروبات جسم الإنسان، بتصيب جسم الإنسان ليه؟ عشان حاجتين. نمرة واحد، ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لجسم الإنسان عشان يقعد حسنات لو صبر الكلام من ده. لما في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من مسلم يصاب بتعب ولا نصب حتى الشوكة يشوكها إلا ويكفر الله عن ذنبه، فبعد بياخد ثواب لما يصبر. النقطة الثانية ودي أهم، بتفيدنا في الحياة الدنيا، يمكن الثواب في الآخرة، هتفيدنا في الحياة الدنيا، إن الجهاز المناعي بتاعنا لازم عايز بكل باستمرار تدريب. فلازم يصاب بالميكروبات الضاره علشان يكون في مناعه، زي لاعب الكره بالظبط لما يواظب تدريبه يبقى في لياقته البدنيه، لكن لما بيسيب التدريب سيادتك بيفقد لياقته البدنيه. فلازم يكون باستمرار بيصاب بالميكروبات البسيطه عشان يقدر الجسم الانسان وجسم المناعه يقاوم الميكروبات الشديده الضراوه. تمام. طيب دكتور، احنا في ظل ان احنا طبعا مش هنقدر نحبس نفسنا، واللي بيبقى عنده انفلونزا ما بيقدرش طبعا يقعد في البيت، اذا في بعض العوامل اللي ممكن تؤدي الى انتشار الانفلونزا بشكل كبير، حضرتك يعني تنصحنا بايه وازاي نقدر على قد ما نقدر نحاول ان احنا نحمي انفسنا من هذه العوامل اللي بتساعد على انتشار الانفلونزا؟ هو سيادتك كنت عايز اقول مقدمه بسيطه على التركيب الميكروب الانفلونزا. تمام. فيروس هو بيتكون من جزئين سيادتك. الجزء الخارجي هيمو اجلوتينين، بيتكون من 16 جزء عشان تعرفي المشكله اللي احنا عم بنعاني منها دلوقتي. تمام. و 16 صنف. والجزء الداخلي النيور اميديز ده بيتكون من 9 اصناف. فبيحصل تبديل والتوافيق بين 16 الجزء الخارجي والداخلي 9 في 9 بيدينا 144 سلاله. بيحصل فيه تبديل، يعني مثلا اتش 144 طبعا الهيموجلوتينين جابوا اتش حرف الاولاني ونيور ان، فعشان كده بنقول اتش مثلا في الفانز الخنزير اتش 1 ان 1 واخد بال سيادتك. فبيحصل فيه مثلا الاتش مثلا 144 بتتفاعل مع الان 1 فبتدي سلاله جديده، يبقى 145 بالشكل ده، في حوالي 300 سلاله او اكثر من الفيروسات. تمام. العوامل بقى اللي بتساعد على انتشار هذه الفيروسات ايه؟ هو التواجد في الاماكن المزدحمه سيادتك، اهمال الوجبه الغذائيه بالذات للتلاميذ المدارس في الفطار حضرتك، دي مش مشكله كبيره جدا. كمان التدخين والشرب الشيشه والادمان المخدرات بيضعف جهاز المناعه، فعشان كده الجسم الانسان بيضعف، ولما بيضعف بيصاب بالفيروسات حضرتك. كمان عدم تناول غذاء صحي ومتوازن.
تمام حضرتك، دي هتكلم عليه بالتفصيل في حديث عن الوصايا العشر ازاي نحافظ على الصحه وارفع جهاز المناعة سيادتك في غايه الاهميه. كمان اللي تواجد في الفئات المزدحمه استعمال ادوات الاشخاص الاخرين، يعني دي بتساعد على انتشار المرض. كمان في نقطه مش واخدين بالنا منها، البصق في الشوارع للاسف الشديد او القاء المنديل، واحد يستخدم المنديل وبعدين بيرميه، دي مشكله خطيره جدا للاسف الشديد، وناس مثقفين ومتعلمين. لما انا ببصق في الشارع او برمي منديل مستعمل او بحط المناديل المستعمله في سله مكشوفه، بيحصل سيادتك ان الميكروبات الزوجه بتتبخر، الرطوبه تتبخر ويطير الفيروس ويصيب، ينتشر في الجو ويصيب الناس. المفروض انا السله دي اقفلها تمام، تكون مغلقه عشان الفيروسات ما تنتشرش في الاماكن المختلفه. طب دكتور، لو لا قدر الله الفيروس انتشر وحد يعني اتصاب بالفيروس تحديدا H1N1، خطوره الفيروس ده ايه؟ هو حتى الان هو كان بيسموه اول ما ظهر، هو ظهر سنه 2009 ولو سبق كان ظهر في سمي الانفلونزا الاسبانيه سنه 1919، لكن هو الظروف العصر الحديث ظهر في 2009. وله قصه يعني، بيقولوا ان هو حضروه متعمدين وشركات مافيا شركات الادويه، ما علينا. المهم الفيروس ده اصلا ضعيف حتى الان، هو الخطوره هو حتى الان ضعيف سيادتك. هو في ثلاث سلالات اللي هي انفلونزا الطيور، اللي هو النوع السلاله اللي هي ايه اللي منها انفلونزا الطيور حضرتك، تنتقل من الطيور الى الخنازير والخيول والانسان، ودي من اشرس ما يمكن، نسبه الوفاه فيها 50%. انما النوع الثاني اللي هو بيصيب الانسان فقط، اللي هو بي وسي، ده بيصيب الانسان ما بيصيبش الحيوانات والطيور. الانفلونزا العاديه من بي وسي، لكن انفلونزا الخنزير تحور وبقى دلوقتي حاليا من انفلونزا موسميه او عاديه، بينتقل من الانسان الى الانسان، بعكس انفلونزا الطيور ينتقل من الطيور للانسان، وهو شرس جدا ونسبه وفاه 50% زي ما انت نسيتك. الخطوره بقى في انفلونزا الخنزير دلوقتي ما هوش جائحه ولا حاجه، وحاجات بسيطه جدا ممكن نقيها وهتكلم عنها. ولكن المشكله ان الانفلونزا فيروس انفلونزا الخنازير قدامه ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يبقى زي ما هو، لانه زي ما قلت سيادتك بيتحور باستمرار كل سنه، بيتحور بتطلع سلالات جديده، فيا اما يظل زي كما هو في الحاله ديت هينتهي مفعوله خلاص ومش هياثر، او يتحول الى صوره اضعف تمام. وده برضه هينتهي. ده الاحتمال الثاني. الاحتمال الاكبر والمشكله الخطيره اللي كل اللي خايف منها ورعوب منها، ان يتحول في الخنزير، لان الخنزير بيصاب بالانفلونزا الطيور والانفلونزا الخنزير، الخنزير يصاب بالانفلونزا الطيور وبعدين يصاب بالصدفه في نفس الوقت بانفلونزا الخنزير، يحصل تزاوج بين انفلونزا الطيور والانفلونزا الخنزير، تطلع سلاله اكثر ضرره وشراسه. طب وده كم في الميه دكتور لا قدر الله ممكن نعم؟ يعني ده كم في الميه ممكن يحصل؟ هل التزاوج ده فعلا ممكن وده يحصل؟ ده وارد في اي لحظه حضرتك. لا حتى الان هو طبعا بعد تلوث وممكن يحصل، وبالذات في جمهوريه مصر العربيه في اهمال في النظافه والوسائل الشخصيه والقمامه، انتشار القمامه، فممكن مرشح فيه، لكن بره في الخارج سيادتك بيحافظوا على الادوات الشخصيه وقيمه النظافه. والله يا دكتور حتى دلوقتي واحنا في الاماكن الزحمه الناس بتبقى ممكن تبقى مكسوفه ان هي تلبس الكمامات، يعني ممكن تخجل انها تعمل كده. هو حضرتك ما هي المفروض هو الواحد انا بفضل احنا ما نهونش من الفيروس ولا نهون منه، ما نهونش منه، لان ممكن يعني هناك عادي جدا، بس هم بياخدوا احتياطات اللازمه، الوقايه خير من العلاج حضرتك، ومش بيهونوا ولا بيهولوا. احنا هونا سنه 2009 وقالوا جائحه مش عارف، هو كلام فاضي، وكانت عمليه سهله جدا وبسيط جدا واسهل من الانفلونزا العاديه حضرتك. فاحنا نتبع القواعد.